ذكرتي واحد النقطه اللي غنتكلموا عليها، كاين بعض الاطفال اللي معها الظرفيه الوبائيه اللي عشنا واللي مازالين يعني كنتعيشوا معها، ونتمنى ان ربي يفك علينا هذا الوباء ان شاء الله بخير. فكاين اللي توفى ليه يعني شخص عزيز عليه يعني في العائله بسبب مرض ديال هذا الفيروس، كاين اللي مثلا يعني الاطفال شافوا يعني ربما الوالدين او افراد من الاسره اللي مرضوا بهذا الكوفيد 19، فهذا الشيء بقى مأثر فيهم ومخوفهم بزاف. فكيفاش نرجعوا النفسيه يعني السليمه للاطفال ديالنا بالرغم من تعايشنا مع هذا الفيروس؟ اكيد على انه كاين التلقيح ديال الوليدات خصهم يبقاو محافظين على الاحتياطات الوقائيه، بزاف ديال الامور اللي خصها دير، ولكن هذيك النفسيه يعني خاصه وانه شاف شخص اللي مات يعني بهذا الفيروس، كيشوف احصائيات، كيشوف كل شيء ديال الكمامه، يعني كاين واحد الجو. وان كان الحمد لله الامور بدات كتستقر ونتمنوا خير ان شاء الله، ولكن خصنا نبقاو محافظين على الاحتياطات باش نضمنوا يعني مناعه جماعيه ان شاء الله. فشنو ممكن تقدمي له هاد يعني كيفاش نساعدوا هاد الوليدات بالتحديد؟ لانه كاين اللي عنده واحد الشخصيه اللي هي قويه كيقدر يتعايش مع كل شيء، يعني جاه الامور عاديه وان كان هو صغير، وكاين شي وليدات اللي هما حساسين. تماما، اولا كنشكرك بزاف اخت سناء على هاد الملاحظه، لان النفسيه ديال التلاميذ كتلعب واحد الدور كبير وكبير جدا. اول حاجه كيف قلتي هناك بعض الاطفال اللي عاشوا ظروف، وفعلا يعني ما يمكنليناش نكرو ونقولوا بانه حتى انا شاف ما توفالوش شي واحد من العائله، راه شاف التلفازه. هناك بعض الاباء اللي تعطلوا على العمل ديالهم، يعني الطفل جلس في البيت ديالو وسمع بانه زعما سمع بانه هناك مشاكل كبرى من ناحيه لي فينونس، يعني الماديات ديال الاب، من ناحيه يعني كومون ابيل سا لافيكتيف، يعني لو كوتي اللي هو حساس عند الطفل انه وقعوا بزاف ديال الاموات، وحتى اللي كيشوفوا في التلفزه يعني كيشوفوا غير المسائل اللي هي نيجاتيف. الوغ المعلمين والاساتذه خصنا نفهموا هذه المساله. هذه اول حاجه، غادي يمكن يكون عندنا بعض التلاميذ اللي عندهم رفض، يعني كيرفض انه كيجيو كتكون باينه عليه، وخاص يعني الاستاذ تكون عنده هذا الحس هذا وهذا الفهم. اول حاجه انه اشنو كيخبي هذاك التلميذ اللي كيجي. الوغ كاينين كنسميهم واحد لي تخوا ميكانيزم دو ديفونس، يعني التلميذ الطفل ملي كتوقع له شي حاجه، اولا المراهق ملي كتوقع شي حاجه اللي هي ماشي هي هذيك في البيت ديالو، تيكون عنده واحد الكومبورتمون اللي هو مختلف على الاخرين. كيفاش؟ كاين اللي كيكون عنده هاد ثلاثه ديال الميكانيزم الاول وهو الهروب، يعني الطفل اللي كيهرب من ديك المشكل اللي وقع ليه، اما موت، اما مشاكل ديال الاب ديالو، اما طلاق، يعني وقع له مسائل في البيت ديالو كيهرب. فين كيهرب؟ يعني انه كيسكت، كيبدا يمشي لي جو الكترونيك، كيبقى يتفرج في الافلام، اولا كيكون كيولي تري تري اكتيف ايتترا. كاين اللي كيكون دفاعي، كيولي عصبي، يعني بغي كيدفع كيغوت يعني كاين عنده لاطاك، لو سيستيم كيتسمى عنده ان سيستيم داتاك، كيكسر هذاك يعني داك الالام اللي فيه كيكسرو بلاطاك. وكاين اللي كيكون سيجي، يعني واقف وصامت، كنسميهم دي بلونت فيغت، يعني بحال شي شجره ما كيهضرش، كتقول له ولدي لاباس قرا الكتاب ما تيقراش، اش اخبارك ولدي لاباس ما تيجاوبكش، يعني كيكونوا اطفال هما صامتين. هاد الثلاثه ديال الميكانيزم هادو مزيان اننا حنا نفهموهم شنو كيخبعوا من مورا هذاك المعالج، اشنو كاين من مورا هذاك. والاستاذ يعني غادي يكون جميل جدا انه يقرب من هذاك، ويكون عنده هاد الكوتي بسيكولوجيك انه يقول للتلميذ بغيت نعاونك، خليني نعاونك، قول لي كيف كاين فابا باش يمكن لي نعاونك، يعني تفهموا وتفهموا قبل ما تولي الفوبي، يعني الا ساعدتي هذاك التلميذ انه يتكلم ما كتحولش الفوبيا. يعني فوقاش كنعرفوا اننا تحولات فوبي انها كيولي اضطراب في النوم، الطفل او التلميذ المراهق ما تينعش مزيان، يعني كيولي كيكون بكاء كبير، يعني كيولي كيبكي على ان وي وان نو، دغيا تيكون عنده البكاء، وكيولي كيدعي المرض، انا كلشي كتحرقني، راسي كيحرقني، انا ماشي هو هذاك. دونك تيكون عندهم هاد هذه كتولي يعني اضطراب ولا فوبيا مرضيه، يعني كنبغيناش باش ما نوصلوش لهذا. تماما، الوغ ملي يوصل التلميذ لهذا الشيء ولا يعني حتى الشخص حتى لاجيت كيوصل لهاد الحاله هذه، عرف بانه يجب التشخيص. من قبل ما نوصلوا للتشخيص ونوصلوا لهاد الحاله المرضيه، يمكن لنا نتكلموا حنا مع الطفل الافونس، يمكن لنا نتلقاو ليه بحب، يمكن لنا نديروا ليه انشطه، يمكن لنا نديروا رياضه، انشطه روحيه، كلشي غتفيد.
تماما، يعني تعلم وصفات غذائيه، قلب المدرسه فلما لا، مشاهده افلام، يعني نتكلموا معاه ونتكلموا مع هذاك الطفل بوحده باش يمكننا نتفهموه ونواكبوا به باش يمر بسلام، ويكون ان شاء الله وليداتنا كلهم يدوزوا هذه السنه الدراسيه، لانه مهم جدا، لان وباء كورونا كان مؤثر ومؤثر جدا على الاطفال وعلى لي زاجيل تحتهم.